تختفي هذه الأزرار بعدما يضع المستعمل الصندوق في مكانه الذي يجب أن يتواجد فيه. دونك لأجل هذا سأقوم بالضغط بالزر الأيمن للفقرة البروبريتي بطبيعة الحال، وسأقوم بالذهاب إلى هنا افونسي كونديسيون بو افيشي لوبجي. دونك متى يظهر هذا الزر؟ هذا يظهر عندما تكون U تختلف عن R، U ديفيرون دو R، عندما تكون U تختلف عن النقطة R. وكذلك بالنسبة للزر الثاني، الزر الذي يحمل علامة الزائد، سيقوم بالظهور فقط إذا كانت النقطة U تختلف عن النقطة R. لاحظوا معي مثلا مرة أخرى، دونك لدينا ناقص 4 زائد 3 تساوي 2، وبالتالي فإن العدد الذي يجب أن يكون هنا هو العدد 6، دونك سأقوم بتغيير هذه القيمة من حتى أحصل على العدد 6، سأسحب. دونك لاحظوا عندما أسحب برافو سي اون بون ريبونس، وبالتالي فإن الأزرار التي تمكنني من تغيير هذه القيمة اختفت، وبالتالي لا يمكنني تغيير الآن هذه القيمة. دونك سأعود مرة أخرى، الضغط بالزر خاص بتوليد سؤال جديد نوفيل كيستيون. نفترض مثلا انني قمت بادخال عدد مثلا 12 وناقص 8، مثلا ساقوم بادخال 8 مثلا. موفيز ريبونس، دونك سي اون موفيز ريبونس، ولا يمكنني تغيير هذه القيمه التي قمت بادخالها او بادراجها او بسحبها. لا يمكنني تغيير هذه القيمة، يمكنني بعد إخراجها من الصندوق يمكنني تغييرها، لكن عندما تتواجد داخل الصندوق لا يمكنكم تغيير القيمة التي تحملها. يمكنني أن أمنع المستعمل من تغيير هذه القيمة بطبيعة الحال، أو من إخراجها خارج الصندوق. يمكننا أن نمنعه كذلك من إخراجها، يعني إعادة إخراجها خارج هذا الصندوق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دونك مرحبا بكم مرة أخرى. دائما في إطار التكوينات المجانية المتعلقة بالجوجبرا، دونك سأقترح عليكم الخطوات التي ستمكننا من إنتاج البرمجية التي ظهرت في بداية هذا الفيديو. دونك لأجل هذا الغرض سنقوم بالذهاب إلى أولا بوليغون ريغولي كما تلاحظون هنا عبر هذه القائمة، ثم أضغط في شاشة الجوجبرا. مثلا أضغط في المرة الأولى سأحصل على أ، وبعدها اضغط مرة ثانية احصل على B، وتظهر لي نافذة تطلب مني ادخال عدد رؤوس هذا المظلة. ساترك العدد 4 كما اقترحه الجوجبرا، ساضغط بعدها على OK. سابتعد قليلا ثم اضغط مرة اخرى، ساحصل على النقطة U وبعدها على نقطة F، وتظهر النافذة من جديد. دونك ساترك كذلك العدد 4 كما هو، وللمرة الثالثة ساضغط مرة اخرى ساحصل على E وبعدها على G، كذلك ساترك العدد 4 كما هو. وللمرة الأخيرة سأضغط مثلا هنا سأحصل على النقطة M ثم بعدها على النقطة N، وكذلك سأدع العدد 4 كما هو مقترح. وهكذا سأكون قد أنشأت 4 مظلات منتظمة التي هي عبارة عن مربعات. المربع الأول كما لاحظتم في البرمجية سيحمل القيمة الأولى، دونك هذه القيمة ستقوم البرمجية باقتراحها. الصندوق الثاني الذي هو عبارة عن مربع سيكون صندوقا فارغا، والذي يعني الذي يحمل الجواب الذي سيقوم التلميذ بإدخاله، والصندوق الثالث هنا سيحمل النتيجة، نتيجة المجموع الذي مجموع القيمتين التي تحملهما أو التي يحملهما الصندوقين الأول والثاني. وهنا سنحصل على المجموع بطبيعة الحال، وفي هذا الصندوق دونك سنقوم بربطه بمتغير، وهذا المتغير سيقوم المستعمل بالتحكم فيه عبر زرين. دونك الزر الاول سيقوم برفع القيمه التي يحمل الصندوق،
وزير الثاني سيقوم بخفض هذه القيمة. بعد ذلك سيقوم المستعمل بنقل هذا الصندوق إلى الصندوق الفارغ، وبعدما يضغط على الزر الخاص بـ Validate ستقوم البرمجية بإخباره بطبيعة الحال إذا كان جوابه صحيحا أو إذا كان جوابه خاطئا. دونك لأجل هذا الغرض، أولا سنقوم بإضافة بعض الرموز المتعلقة بهذه البرمجية. الرمز الأول يتعلق بعملية الجمع، وهنا سأقوم بالضغط على زائد ثم أضغط مرة أخرى ثم أقوم بإضافة رمز التساوي، عفوا رمز التساوي لفاليتي. سأقوم بتغيير حجم هذه النصوص التي قمت بإدخالها، وسأضغط على رمز زائد ورمز التساوي معا، أضغط على جا ثم على رطاي موين. سأسحب رمز العلامة زائد لأجعلها بين الصندوق الأول والثاني، ورمز التساوي لأجعله بين الصندوق الثاني والصندوق الثالث هكذا. الآن سنقوم بطبيعة الحال إدراج زالقة، ولكن قبل ذلك سأقوم بتغيير بعض الخصائص المتعلقة بهذه الصناديق وهذه المربع. سأضغط على الصندوق الأول بالزر الأيمن للفأرات، ثم أذهب إلى بروبريتي، وسأطلب من الجوجيرا أن يقوم ب هنا سأضغط على سيليكسيونابل كما تلاحظون سيليكسيونابل، سأقوم بالتحشير الذي خاص بي هنا، وبالتالي فإنني لا يمكن أن أسحب، لا يمكن أن أغير مكان هذا الصندوق. سأفعل نفس الشيء مع الصندوق الثاني سيليكسيونابل ثم الصندوق الثالث. دونك هنا لا يمكن للمستعمل أن يضغط أو يسحب هذه الصناديق، بعكس هذا الصندوق يمكن للمستعمل أن يسحبه حيثما أراد. هذه الصناديق لا يمكنه سحبها بتاتا. الآن سنذهب إلى كيرسور، سأضغط على كيرسور زالقة، أضغط على شاشة الجبر ثم أختار نوع هذه الزالقة، ستكون من النوع أونتي. القيمة التي تحملها بطبيعة الحال مثلا هنا سماها الجوجيبرا، سمى هذه الزلقة N واحد. أنا سأقوم بتغيير الاسم حتى يسهل علي استعماله داخل هذه البرمجية، دونك سأختار N فقط. ستكون من النوع اليطواق، قيمتها الدنيوية سأختار مثلا ناقص 10، قيمتها القصوية ستكون هي 10، ولانكريمون سأتركه في الواحد ثم أضغط على أوكي. سأضغط مرة أخرى، أحصل على زلقة جديدة دائما من النوع أونتي دو تيب ألياتواغ، وهذا الاسم الذي سأقوم باختياره سيكون الحرف M. كذلك ستكون قيمتها الدنيا هي مثلا ناقص 10، وقيمتها القصوية هي 10. الآن هذه الزلقة الأولى سأقوم بربطها بالصندوق الأول، دونك سأضغط على أذهب أولا إلى ميليو سونتر، ثم أضغط على المضلع الأول البوليغون الأول ميليو سونتر بوليغون. دونك هنا لا يمكنني اختيار بطبيعة الحال، لا يمكنني الضغط لأنني قمت بتغيير خصائص بوليغون واحد، ولذلك سأضغط على النقطتين N و N و B. دونك هكذا سأختار مركز المضلع الأول، سأفعل نفس الشيء مع مركز المضلع الثاني، ونفس الشيء كذلك مع المضلعين الثالث والرابع. سأقوم قلت بربط الزالقة الأولى، وقيمة الزالقة الأولى، القيمة التي تحملها الزالقة الأولى سأقوم بربطها عبر تكست بالنقطة الأولى كي، وكنا سأذهب إلى أوبجي ثم شونفيد وأضغط داخل الصندوق الفارغ، أضغط على N حرف N الذي يحمل قيمة الزالقة الأولى بطبيعة الحال كما تلاحظون هنا ناقص 4. أضغط بعد ذلك على OK. سأذهب إلى النقطة S وأضغط عليه مرة أخرى تظهر النافذة. سأذهب كذلك إلى شونفيد ثم أختار هذه المرة N وأضغط على OK. سأقوم بإخفاء النقطتين Q و S. سأقوم بسحب مكان هذه القيمة ناقص 4 حتى أجعلها في وسط هذا الصندوق. كذلك سنفعل نفس الشيء مع القيمة التي تحملها الزائقة الثانية التي تلاحظونها هنا هي الواحد. يمكننا تغيير بطبيعة الحال حجم الخط، سأضغط أولا على غا ثم بلتي أحولها إلى بلتي، أحولها إلى مثلا موين.
سأقوم بإخفاء هاتين الزلقتين N و M. سأقوم الآن بإضافة زلقة جديدة. قلت بأنني سأقوم بإضافة زلقة جديدة دائما دو تيب اونتيي كورسور دو تيب اونتيي، سأسميها ك، سأسميها هذه الزلقة سأسميها ك. ستكون قيمتها الدنوية مثلا من ناقص 20 إلى 20، ثم أضغط على أوكي، وسأقوم بربط هذه القيمة، القيمة التي تحملها هذه الزلقة، سأقوم بربطها بالحرف U. دونك أضغط على U ثم أختار الشون فيد، ثم أكتب داخل هذا الصندوق الفارغ الحرف K. سأقوم بإضافة زرين آخرين حتى أتمكن من تغيير قيمة هذه الزلقة، دونك سأقوم بإخفاء ك. سأقوم بإضافة زرين آخرين، دونك بوتون، سأذهب هذه المرة إلى بوتون، أضغط في شاشة الجوجبرا. دونك هذا الزر الذي سأقوم بإضافته سيمكنني من رفع قيمة ك، دونك سكريبت جوجبرا، يعني الأوامر الجوجبرا التي سنقوم بإدخالها، دونك سوا فالور. دونك هنا هذه كتسمى أفكتاسيون، يعني لا فالور ك سنقوم بإعطائها لقيمة ك زائد واحد، سنقوم بتغيير قيمة ك إلى ك زائد واحد، ثم أضغط على أوكي. بعد ذلك سأضغط مرة أخرى وخليكي أقوم بإضافة زر آخر يمكنني من خفض هذه القيمة، دونك سوا فالور ك فاصلة ك ناقص واحد، دونك سنقوم بإعطاء القيمة ك ناقص واحد إلى القيمة ك بطبيعة الحال. دونك لاحظوا هنا العدد المرتبط بالنقطة هو 4، دونك إذا قمت بالضغط على الزر زائد سيتحول إلى 5، إذا قمت بالضغط على الزر ناقص سيتحول إلى 4، بعد ذلك إذا ضغطت مرة أخرى سيتحول إلى 3، وبالتالي فإن هذه الأزرار دونك زائد وناقص ستمكنني من تغيير قيمة الزلقة المرتبطة بالحرف A. دونك سأحتاج الآن إلى إدخال متغير دونك إن فاريابل التي تحمل الجواب الذي سيقوم بإدخاله المتعلم أو المستعمل. بطبيعة الحال سأكتب، سأذهب إلى الشون دو سيزي هنا، أكتب réponse تساوي. دونك سأقوم أولا ب استعمال أن بوليان، يعني متغير يحمل قيمتين ممكنتين، دونك إما أن يكون الجواب صحيحا وإما أن يكون الجواب خاطئا. دونك أولا فإن الزلقة التي سنقوم باستعمالها لإدراج الجواب هي ك، دونك سأكتب ك في بين قوسين هنا سأكتب R تساوي إيه. دونك ماذا سيفعل هذا الأمر هنا الذي قمت بإدخاله؟ دونك أولا سيقوم الجوجبرا بتقييم هذه الجملة الرياضية، دونك هذه عبارة عن جملة رياضية وقيمتها الحقيقية سا فالور دو فيغيتي، قيمتها الحقيقية تتراوح بين قيمتين ممكنتين اللتان هما صفر وواحد. دونك عندما تكون R منطبقة مع U، عندما تكون النقطة R منطبقة مع U، يعني عندما يسحب المستعمل الصندوق الأول ويطابقه مع الصندوق الثاني، فإن هذه الجملة تكون جملة صحيحة، وبالتالي فإن الجوجبرا سيعطيها القيمة واحد، وعندما يعطيها القيمة واحد فإنه سيضربه في القيمة ك التي تحملها الزلقة ك، وبالتالي سنحصل على لا ريبونس التي قام بإدخالها التلميذ. دونك هكذا سنتمكن من تحديد الجواب الذي سيقوم بإدخاله المستعمل. سأضغط على أوكي. دونك سأقوم بتصنيف هذه المدخلات وهذه العناصر التي قمت بإدراجها حسب النوع تيب أوبجي. دونك لاحظوا هنا حصلت على ريبونس ايغال زيرو، دونك ريبونس تساوي صفر. لماذا؟ دونك لان الامر الذي قمنا بادخاله سابقا، لاحظوا دونك قمنا بادخال ريبونس تساوي ك في ار تساوي، دونك هنا الجوجبرا سيقوم بتقييم هذه الجمله. دونك بما ان ار و يو غير منطبقتين فان ار تساوي يو، يعني هذه جمله خاطئه، وبالتالي فان القيمه التي سيمنحها لها هي صفر، وبالتالي فان صفر مضروب في ك تساوي صفر، وبالتالي هنا نحصل على القيمه صفر. لاحظوا الآن إذا قمت بسحب الصندوق الذي يحمل بطبيعة الحال الزلقة ك وأضعه فوق الصندوق الذي مركزه R، لاحظوا ماذا سيحدث لي لا ريبونس. لاحظوا معي ستحمل القيمة 3،
القيمة ثلاثة يعني قيمة الزلقة ك التي نتحكم فيها عبر الزرين الآتيين، الزر ناقص والزر زائد. مثلا هنا القيمة قيمة ك هي 5، لاحظوا القيمة التي يحملها الصندوق أو هذا المظلة، القيمة التي يحملها هذا الصندوق هي 5 كما تلاحظون. دونك إذا قمت بسحب هذا الصندوق حتى ينطبق مع الصندوق الذي مركزه R، لاحظوا في ريبونس ماذا سيحدث، ستتحول القيمة من 0 إلى 5. دونك أولا سنقوم بإخفاء هذه النقط، لا حاجة لنا بها، جميع هذه النقط سأقوم بالتأشير عليها وسأقوم بإخفائها مرة واحدة. دونك جميع هذه الرؤوس باستثناء النقطتين M و N سأتركها إلى آخر مرحلة من إنتاج هذه البرمجية. أولا يمكننا تغيير بطبيعة الحال بعض طريقة إظهار اللون، مثلا هنا سأختار اللون الأسود، سأختار هنا إطار خطوط متقطعة كما تلاحظون، يمكنني إخفاء هذه القطع هكذا. كذلك سنقوم بالذهاب إلى البوليغون الثاني، سنفعل نفس الشيء حتى يظهر وكأنه إطار فارغ، ونفس الشيء مع المضلع الثالث. هكذا، ويمكننا فعل نفس الأمر مع الصندوق الأخير. دونك الآن عندما يقوم المستعمل بسحب الصندوق حتى ينطبق مع الصندوق الثاني، سنحتاج إلى زر آخر عبره سنقوم بتقييم الجواب الذي قام بإدخاله التلميذ. دونك سنذهب أولا إلى تيست، إلى شون دو سيزي، ونكتب تيست يساوي. بطبيعة الحال سنقوم بمقارنة الجواب الذي قام بإدخاله التلميذ الذي هو ريبونس، دونك ريبونس تساوي، دونك اسكو لا ريبونس، يعني هل الجواب الذي قام بإدخاله التلميذ يساوي الجواب الحقيقي، يعني العدد الذي نبحث عنه. بطبيعة الحال العدد الذي نبحث عنه هنا القيمة الأولى التي يحملها الصندوق الأول هي M، القيمة التي يحملها الصندوق الثالث هنا هي M، وبالتالي فإن الجواب سيكون هو M ناقص M. دونك سنقوم بمقارنة الجواب الذي سيقوم التلميذ بإدخاله مع الناتج الذي هو M ناقص M. دونك اسكو لا ريبونس، اسكو الجواب، يعني هل الجواب الذي قام بإدخاله التلميذ يساوي فعلا النتيجة المطلوبة التي هي m ناقص n، أو العدد المطلوب الذي هو m ناقص n. دونك سأضغط على اوكي. دونك لاحظوا هنا سنحصل على فولز، تيست ايكال فولز. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني بأن العدد الذي نبحث عنه مثلا هنا سيكون هو 5 فعلا، ولكن لم أقم أولا بسحب هذا الصندوق، ولكن عندما أقوم بسحبه لاحظوا ستتغير قيمة فولز، تتغير إلى ترو. دونك يمكننا إخفاء النقطة U وإخفاء النقطة R. دونك لاحظوا هنا عندما يقوم المستعمل بسحب الصندوق، عندما يقوم المستعمل بسحب الصندوق فإن قيمة تيست، القيمة التي يحملها التيست، ستتغير من فولز إلى ترو، من الخطأ إلى الصحيح. دونك سنقوم بإضافة زر آخر يمكننا من توليد أسئلة مختلفة، دونك أسئلة قلت أسئلة عشوائية. دونك هذا الزر بطبيعة الحال سأسميه مثلا نوفيل كيستيون، نوفيل كيستيون. والأمر الذي سنستعمله بكل بساطة هو أكتواليزي كونستركسيون، أكتواليزي كونستركسيون، ثم نضغط على اوكي. لاحظوا عندما نضغط على اوكي ماذا سيحدث للقيمة ناقص 4 والقيمة 1. لاحظوا عندما اضغط فان هاتان القيمتان بطبيعة الحال تغيرتا معا، هنا حصلت على ناقص 10 وهنا حصلت كذلك على ناقص 10. اضغط مرة اخرى
أحصل هنا على 6 كما تلاحظون، وهنا حصلت على ناقص 5، أضغط مرة أخرى، هنا حصلت على ناقص 1 وهنا حصلت على ناقص 5. إذا قمت بالسحب مثلا هذه القيمة، لاحظوا إذا قمت بالسحب فإن قيمة تيست فولس لن تتغير. لماذا؟ لأن الجواب الذي قام التلميذ بسحبه أو بإدخاله فهو جواب خاطئ. دونك إذا قمت بتغيير هذه القيمة، دونك بطبيعة الحال العدد الذي نضيفه لناقص 1 ونحصل على ناقص 5 هو ناقص 4. دونك الآن يمكنني تغيير هذه القيمة دونك عبر هذا الزر. دونك سأقوم بتخفيضها حتى أحصل على ناقص 4. دونك لاحظوا الآن إذا قمت بسحب هذا الصندوق إلى مكان الصندوق الفارغ، لاحظوا ماذا سيحدث. دونك سأستغير قيمة تيست من فولز إلى ترو، وستغير القيمة التي يحملها التيست من الخطأ إلى الصحيح. دونك الآن نحتاج إلى عملية أخرى سنقوم بها. دونك عندما يقوم المستعمل بسحب الصندوق إلى الصندوق الفارغ هكذا، لاحظوا إذا قمت بتوليد سؤال جديد ناقص 4، مثلا النتيجة تساوي ناقص 4، العدد الأول هو ناقص 7، دونك بطبيعة الحال هنا جواب خاطئ. ولكن العملية التي الإضافة التي سنقوم بإدراجها الآن ستمكننا من إعادة الصندوق إلى مكانه الأصلي، مثلا إلى هذا المكان. وهنا سأقوم بتحريك هذه الأزرار حتى أقوم بتقريبها إلى الصندوق، وفي كل مرة أضغط على نوفيل كيستيون أريد أن يعود الصندوق إلى مكانه الأصلي، ولهذا تركت النقطتين M M و M. دونك هذه النقطة M إحداثيتها هي 4 ناقص 3، وبطبيعة الحال النقطة N هي إحداثيتها هي 5 ناقص 3. دونك الآن سنذهب إلى نوفيل كيستيون، سنضغط بالزر الأيمن للفأرة ثم أختار هذه المرة بروبريتي، وسأقوم بإضافة إلى الأمر الذي قمنا باستعماله سابقا ألا وهو أكتواليزي كونستركسيون، سنقوم بإضافة أمر آخر، أو إن صح التعبير سأقوم بإضافة تعابير أو أوامر أخرى. دونك سأقوم بتعريف، دونك أون فا ديفينيغ أن نوفو بوان، دونك نقطة جديدة. دونك هذه النقطة الجديدة ستكون إحداثيها هي إحداثية النقطة M التي هي هنا مثلا 4 ناقص 3. دونك سأضغط وسأقوم بكتابة بين قوسين 4 فاصلة ناقص 3. دونك هذه القيم تمثل إحداثيات، عفوا تمثل إحداثيات النقطة M. بعد ذلك سأقول له، سأطلب منه أن يقوم بإعطاء هذه الإحداثيات للنقطة M، دونك سوا فالور بين قوسين M، إحداثيات X ستأخذها النقطة M، ثم بعد ذلك سأقوم بمسح إفاسي لو بوان M، إفاسي X. سنفعل نفس الشيء مع النقطة N، سأقوم بنسخ هذه الأوامر وأكتبها مرة أخرى مع بعض التغييرات التي سنقوم بها. دونك الآن إحداثية النقطة N هي 5 ناقص 3، 5 ناقص 3. دونك نسمي النقطة الجديدة، سنسميها مثلا Y، وسنطلب من الجبر إعطاء إحداثيات النقطة Y إلى النقطة N، وبعد ذلك سيقوم بمسح النقطة Y. لاحظوا سأقوم بإغلاق هذه النافذة، لاحظوا معي. دونك عندما يقوم المستعمل، دونك لا حاجة لي الآن بالنقطتين M و N، سأقوم بإخفائهما وليس مسحهما بطبيعة الحال، سأقوم فقط بإخفائهما. سنقوم هنا بالتأشير، دونك هذه مرحلة مهمة، دونك سنقوم بـ أتاشي ألاغي، دونك سنقوم باختيار هذا الخيار الثالث أتاشي ألاغي. دونك يعني عندما يقوم المستعمل بسحب هذه الأوامر، لاحظوا فإنها تسحب بطريقة وكأنها ممغناطة، وكأننا وكهذا الرمز هذا يعني وكأننا سنقوم باستعمال المغناطيس أتاشي ألاغي. دونك سنقوم بسحب هذه القيمة هنا، دونك لاحظوا بطبيعة الحال الجواب هنا جواب خاطئ. دونك سنقوم بإضافة أو بتغيير هذه القيمة، دونك القيمة مثلا ستكون القيمة بطبيعة الحال 4، الجواب الصحيح هو العدد 4. دونك لاحظوا هنا انتقل التيست من فولز إلى عفوا ستكون هي 3 وليس 4، دونك 3. وستتغير قيمة التيست من فولز إلى ترو. دونك لاحظوا عندما أضغط هذه المرة على نوفيل كيستيون ماذا سيحدث. عندما أضغط
راحل فإن الصندوق عاد إلى مكانه الأصلي. دونك القيمة التي سنحصل عليها هنا هي صفر بطبيعة الحال. دونك سأقوم بتغيير ثم أسحب الصندوق وليس العدد. دونك حتى أتمكن من عدم التأشير على الصفر، دونك هنا يمكنني الضغط بالزر الأيمن للفأرة، اختيار بروبريتي، ثم التأشير على هذه الخاصية. دونك سأذهب إلى أفونسي ثم التأشير على سيليكسيونار. دونك لا يمكنني أن أضغط على العدد. دونك لا يمكنني أن أضغط على هذا النص. دونك عندما أضغط على الصندوق فإنني أضغط على الصندوق وليس على النص. دونك هكذا يمكنني أن أسحب الصندوق بكل أريحية وبكل سهولة. دونك هنا بطبيعة الحال القيمة هي صفر، دونك الجواب كما تلاحظون هنا ترو. عندما نضغط على نوفيل كيستيون لاحظوا فإن الصندوق سيعود إلى مكانه الأصلي. دونك لدينا ناقص 9، دونك لدي هنا 9 تساوي فراغ 9 زائد فراغ تساوي 9. دونك الجواب الذي سنقوم بإدخاله هو صفر بطبيعة الحال. 6 زائد فراغ تساوي 1، دونك 6 زائد بطبيعة الحال ناقص 5. دونك هنا سنقوم بتغيير القيمة العددية التي يحملها الصندوق. دونك الآن سنقوم بسحب 6 زائد فراغ تساوي 1، دونك هنا سنحصل على ترو بطبيعة الحال. لاحظوا عندما أضغط مرة أخرى 0 زائد فراغ تساوي ناقص 2، بطبيعة الحال القيمة التي نبحث عنها هي ناقص 2. دونك لاحظوا هنا سأحصل على هذه القيمة، قيمة صحيحة. يمكننا بطبيعة الحال ماذا؟ يمكننا إضافة نص يساعدنا على تحديد أو تقييم الجواب الذي سيقوم التلميذ بإدخاله. دونك سنذهب إلى تكست ثم نختار شون فيت وسنكتب له إذا كان التست صحيح سي تيست إيكالا ترو، ألوغ فإن البرمجية ستكتب لنا جوابا أو جملة تفيد بأن الجواب صحيح. وهنا سأكتب برافو، سي اون بون كيستيون، C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Sinon, donc il a quand le job raté un. Donc vous le voyez, mauvaise réponse. Job raté. Mauvaise réponse. Tu m'as dit à la OK. لاحظوا بأن هذا النص الذي سيظهر هنا يمكننا بطبيعة الحال تغيير حجم الخط. دونك لاحظوا عندما أضغط على نوفيل كيستيون هنا موفيز ريبونس، سأقوم بإضافة شرط الظهور لهذا النص. دونك سأضغط بالزر الأيمن للفأرة ثم أذهب إلى بروبريتي وفي كونديسيون بور افيشي لوبجي، دونك هنا افونسي شرط الظهور لهذا النص هذا عندما تكون اي تساوي ار، عندما تكون اي تساوي ار. اما عندما تكون اي مختلفه عن ار فان هذا النص لن يظهر. دونك لاحظوا عندما نضغط على اوكي سيقوم النص بالاختفاء. دونك سنضغط مره اخرى هنا نوبيل كيستيون، مثلا هنا لدينا 7 زائد فراغ يساوي ناقص 6. دونك مثلا سؤال اخر، دونك هنا 0 زائد فراغ يساوي 3، هنا لدينا سؤال اخر 7 زائد فراغ تساوي ناقص 4، مثلا 5 زائد فراغ تساوي 10، ناقص 6 زائد فراغ تساوي 6 الى اخره. دونك مثلا 0 زائد فراغ تساوي 5 كذلك مرة اخرى، ناقص 9 زائد فراغ تساوي 7، دونك 2 زائد فراغ تساوي 9 الى اخره. دونك يمكننا توليد مجموعة من الأسئلة، مثلا 5 زائد فراغ تساوي ناقص 3. دونك ما هو العدد الذي سنضعه مكان هذا الفراغ؟ دونك هنا بطبيعة الحال هو ناقص 7. دونك هنا سنقوم بتغيير هذه القيمة عبر هذه الأزرار، ناقص 6 ناقص 7، ثم سنسحب
لاحظوا سنسحب بطبيعة الحال الصندوق إلى المكان الذي يجب أن يتواجد فيه، وبعد ذلك ستظهر لنا هذه الجملة برافو سي اون بون ريبونس. سنضغط لتوليد سؤال آخر، سؤال جديد مثلا 10 زائد 3 تساوي ناقص 5 مثلا. سأضغط على القيمة مثلا ناقص 8 أو مثلا لا أدري قيمة عشوائية مثلا، حتى أحصل على جملتين تفيد بأن الجواب الذي قمت به الخليل سيكون جوابا خاطئا. دونك لاحظوا عندما أضغط ستكتب لي الجيوجبرا، تكتب لي هذه البرمجية بأن الجواب خاطئ، سي موفيز ريبونس. دونك يمكننا تغيير هذه بطبيعة الحال هذه الأزرار، شكل هذه الأزرار. دونك سنذهب بالضغط بالزر الأيمن للفقرة على الزر الأول، سنذهب إلى ستيل، ومن هذه القائمة هنا إيماج. بطبيعة الحال يمكنكم اختيار صورة من عندكم. دونك من هذه القائمة سنختار مثلا هنا القائمة، هذا الزر يمكننا من إضافة العدد واحد للقيمة السابقة، يعني رفع القيمة السابقة، وبالتالي سنستعمل زر زائد بلس. سنعود إلى بازيك ثم نضغط على افيشي ليتيكات حتى نقوم بإخفاء الزر الذي قمنا بإدخاله سابقا كعنوان لهذا الزر. افيشي عفوا افيشي ليتيكات من هنا. نفس الشيء سنقوم بفعله مع الزر الموالي افيشي ليتيكات. ثم سنذهب إلى ستيل، نختار من هذه القائمة الرمز الذي يشير إلى تخفيض قيمة الزلقة. نوفيل كيستيون سنتركها كما هي. دونك لاحظوا عندما اضغط مرة اخرى سأحصل على سؤال جديد، ويمكننا اخفاء لا غري هكذا، يمكننا اغلاق هذه النافذة بطبيعة الحال. يمكننا اضافة عنوان لهذه البرمجية، دونك تكست. سنقوم بتغيير بطبيعة الحال طريقة كتابة هذا النص مثلا. دونك نوفيل كيستيون مثلا، دونك راح ناقص 8 زائد 3 تساوي ناقص 7. دونك هنا سنقوم اولا بسحب، دونك سي اون موفيز ريبونس، سنقوم بسحب ناقص 8 الى هذا الصندوق، ولكن قبل ذلك يمكننا تغيير القيمه. دونك ما هو العدد الذي سنضيفه الى ناقص 8 يحصل على ناقص 7؟ العدد بطبيعه الحال هو العدد واحد، العدد واحد. دونك لاحظوا سأحصل على برافو سي اون بون ريبونس. دونك سأقوم ببعض الإضافات. دونك عندما أسحب الصندوق إلى المكان الفارغ الذي يجب أن يتواجد فيه، سأقوم بمنع المستعمل من تغيير هذه القيمة. دونك عندما يسحب مستعمل الصندوق للمكان الذي قلت بأنه يجب أن يتواجد فيه، فسأمنعه من تغيير هذه القيمة، وبالتالي يجب أن تختفي هذه الأزرار بعدما يضع المستعمل الصندوق في مكانه الذي يجب أن يتواجد فيه. دونك لأجل هذا سأقوم بالضغط بالزر الأيمن للفقرة على بروبريتي بطبيعة الحال، وسأقوم بالذهاب إلى هنا افونسي كونديسيون بو افيشي لوبجي. دونك متى يظهر هذا الزر هنا؟ يظهر عندما تكون U تختلف عن R، U ديفيرون دو R، عندما تكون U تختلف عن النقطة R. وكذلك بالنسبة للزر الثاني، الزر الذي يحمل علامة الزائد، سيقوم بالظهور فقط إذا كانت النقطة U تختلف عن النقطة R. لاحظوا معي مثلا مرة أخرى، وقلنا لدينا ناقص 4 زائد 3 تساوي 2، وبالتالي فإن العدد الذي يجب أن يكون هنا هو العدد 6. دونك سأقوم بتغيير هذه القيمة من حتى أحصل على العدد 6. سأسحب، دونك لاحظوا عندما أسحب برافو سي اون بون ريبونس. وبالتالي فإن الأزرار التي تمكنني من تغيير هذه القيمة اختفت، وبالتالي لا يمكنني تغيير الآن هذه القيمة. دونك سأعود مرة أخرى، الضغط بالزر الخاص بتوليد سؤال جديد نوفيل كيستيون. نفترض مثلا أنني قمت بإدخال عدد مثلا 12 أو ناقص 8 مثلا، سأقوم بإدخال 8 مثلا. mauvaise réponse. Donc c'est une mauvaise réponse. ولا يمكنني تغيير هذه القيمة التي قمت بإدخالها أو بإدراجها أو بسحبها. لا يمكنني تغيير هذه القيمة. يمكنني بعد إخراجها من الصندوق يمكنني تغييرها، لكن عندما تتواجد داخل الصندوق لا يمكنكم تغيير القيمة التي تحملها.
يمكنني أن أمنع المستعمل من تغيير هذه القيمة بطبيعة الحال أو من إخراجها خارج الصندوق. يمكننا أن نمنعه كذلك من إخراجها، يعني من إعادة إخراجها خارج هذا الصندوق.